مجلس الاتحاد الروسي. السلام عليكم سيد سبسبي. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بكم. ما الذي يجري الآن سيد سبسبي في قرقيزيا؟ يعني نتحدث عن استمرار العنف الدموي، هل المطلوب أن تستمر هذه المذبحة التي تتعرض لها الأقلية، وربما هناك صراع على كل حال إثني بين الطرفين، حتى يتم التدخل سواء على مستوى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو على المستوى الروسي لوقف ما يحصل الآن وهو مهدد بالاستمرار؟ تفضل. طبعا ما يحصل في قرقيزيا هو الآن خرج عن إطار النزاع الداخلي السياسي في قرقيزيا، وأظن بأن هنالك تدخلات أجنبية لزعزعة الأمن والاستقرار في قرقيزيا التي حصل فيها تغيرات سياسية أو بين قوسين انقلاب سلمي على الرئيس بكير. من تقصد بالتدخلات الأجنبية سيد سبسبي؟ عن من تتكلم؟ نحن نعلم بأن في قرقيزيا هنالك قواعد أمريكية موجودة، وهنالك أيضا اهتمامات مصالح أوروبية في جنوب في آسيا الوسطى بشكل عام، ليس فقط في قرقيزيا. فالاستقرار الذي حصل في الشهر الأخير وإن كان جزئيا كان لا يعجب الكثير من الجهات الأوروبية بالتحديد، أو تكلمنا عن قوى سياسية داخلية استطاع أن يحركها بعض أنصار الرئيس المخلوع بكير. روسيا الآن، ما سمعته من تحليلات في الحوار المذكور، روسيا الآن في الأيام الأخيرة تدارست موضوع إدخال قوات لحفظ السلام، ولكن هذا الأمر يتم بحذر دقيق وبمخاوف أيضا إن صح التعبير، لأنه يمكن أن يتحول النزاع السياسي الداخلي في قرقيزيا إلى حرب أهلية لا تريد روسيا أن تكون طرفا فيها. ولكن في الاجتماع الأخير لرؤساء المجالس الأمنية القومية لدول منظمة الأمن الجماعي قرروا أن يتدخلوا الآن على المستوى الإنساني، وقد أرسلت روسيا اليوم عدد من الطائرات المحملة بمواد المساعدة والإعانة لشعب قرقيزيا. وقد تعهد اليوم حتى باتروشف أمين سر اللجنة القومية الروسية بأن على لسان السيد لافروف وزير الخارجية بأن دول منظمة الأمن الجماعي سوف تساعد الحكومة القرقيزية على كشف والقبض على العناصر التي حاولت وأثارت طيب. الشغب. سيد سبسبي، ربما هناك قضية يعني أصبحت الآن هي الأساس، نتحدث عن تهجير الآلاف، عن نزوح الآلاف من قرقيزيا إلى أوزبكستان، نتحدث عن 50,000 أو 70,000، وهناك من ينتظر على الحدود وأوزبكستان أغلقت الحدود، يعني كيف سيتم التعاطي مع هذه القضية الإنسانية إذا لم تتم معالجتها من قبل منظمة الأمن والتعاون الجماعية في أوروبا أو حتى على المستوى الدولي؟ وحتى الآن لا يبدو أن هناك بارقة تتعلق بمعالجة هذا الخطر الكبير الذي يتهدد السكان. على أرض الواقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليس باستطاعتها أن تتدخل ولا أن تعطي أي إيجابية لهذا الموضوع. المجتمع الدولي عن طريق الأمم المتحدة والمفوضية العامة للاجئين يمكن أن تساعد على إقامة معسكرات على الحدود القرقيزية الأوزبكية أو على الحدود القرقيزية الكازاخية، ويمكن أيضا بالتعاون مع الجهات الروسية إقامة بعض المعسكرات اللاجئين حتى على أراضي روسيا، لأن روسيا اليوم تهتم أكثر من السابق بالأمن الجماعي وخاصة بأمن وسط آسيا، لأنه امتداد للأمن القومي الروسي. أرى بأن الأيام القليلة التي ستأتي بعد أيام قليلة سوف يكون هنالك استقرارا، ولكن تبقى مشكلة اللاجئين مشكلة أساسية يجب حلها. أشكر انضمامك إلينا زياد سبسبي، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الاتحادي الروسي، كنت معنا من موسكو. أستاذ سعد الله أعود إليك. مجلة تايم الأمريكية على سيرة الوجود الأمريكي، على كل حال أنت ذكرت هذه النقطة وذكرها أيضا السيد سبسبي، تقول إن روسيا وأمريكا سيخسران الكثير إذا سقطت قرقيزيا في أتون الفوضى. طيب سقطت في أتون الفوضى، ما الذي سيخسرانه؟
هلا الواحد يعني انا مشان ما يعني ينقال كلام انه والله هذا ايديولوجي وكذا، نعم. بس انا بعتقد انه الامريكان زعجوا من التغيير الاخير اللي صار، وربما شجعوا هيك نوع من وهن على كل حال يعني استخدام سياسة التفتيت ودعم حتى يعني تؤيد توجه سيد سفسن ما في هناك شك. انا عشان كله خارجي أنا يعني أنا شرط الامريكي انه في قاضي امريكي وفي تغيير انحسب على روسيا، نعم. ومعروف انه الولايات المتحده ما زالت تسعى لاضعاف اصلا وحده روسيا، فكيف نفوذ روسيا في محيطها؟ يعني معروف انها حاولت تستخدم شبكه الصواريخ الدرع الصاروخية ومجموعة كبيرة، وصحيح أوباما تراجع نسبيا، ولكن السياسات الأمريكية ما زالت قائمة لأنه الولايات المتحدة يزداد تورطها في أفغانستان، وهي تريد موقف روسي متعاون وموقف إيراني متعاون، يعني بدها هي تمارس ضغوط متعددة، وهي هم نقطة بالذات بحاجة إلها لأنه مهمة هناك لتأمين حركة جيشها باتجاه أفغانستان. فإذا لا يستبعد أن الأمريكان يكونوا شجعوا تمرد ما، هل درسوه بهذا الحجم؟ هل الهدف منه استدراج روسيا إلى تدخل وإغراقها فيه؟ كل هاي احتمالات ما في الواحد يجزم فيها، إنما أنا بعتقد أنه هذا جزء من الصراع الداخلي المتداخل مع صراعات إثنية وخارجية. نعم سيد عبد الواحد، يعني نتكلم طبعا هنا عن الدور الأمريكي. الولايات المتحدة أرسلت أرفع مسؤول أمريكي للإطلاع على الوضع في قرقيزستان. هل تعتقد يعني هذا الموفد فقط للإطلاع على وضع القاعدة الأمريكية الموجودة هناك، وطبعا منها ربما يطلع عن كثب عما يحصل في البلاد، أم هو دور مباشر يعني دخول مباشر على خط الأزمة وربما يسبق بذلك على الأرض ما يمكن أن تتوصل إليه منظمة الأمن والتعاون أو حتى الدعوات الدولية؟ من البديهي أنه عندما يذهب في ظل هذه الظروف مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى قرقيزستان فإن مهمته لن تقتصر على يعني النظر هل القاعدة الأمريكية بخير أم لا. لا شك ستكون له لقاءات مع القيادة القرقيزية الحالية، سيحاول قدر الإمكان أن يطلع على الوضع عن كثب. كما قلت قبل قليل، اليوم الولايات المتحدة أعلنت استعدادها لإرسال قوات عسكرية لكن بالتنسيق مع روسيا. وهنا أود يعني أقطع هذه الفكرة لأقول فكرة أخرى وأعود إلى نفس الموضوع. بالنسبة للتدخل الخارجي عموما، شهود عيان وسكان في مدينة أوش في يعني في مبنى في عدة مباني، قال السكان أنهم سمعوا أصوات أناس يتحدثون بلغة ليست لا قرقيزية ولا أوزبيكية ولا روسية، لغة غريبة. ومن ثم أكد المسؤول الأمني في مدينة أوش وجود قناصين أجانب يقومون بإطلاق النار على القرقيز من طرف وعلى الأوزبيك من طرف لتأجيج مشاعر العداء. هنا أعود الآن إلى الدور الأمريكي والزيارة. يعني هي مجرد وجهة نظر، ليس بالضرورة أن الأمور تسير هكذا، لكن لو افترضنا أن الولايات المتحدة قررت الاستفادة مما يجري لأنها تخشى ما أشارت إليه حكومة روزا أتنبايفا بأنها ستعيد النظر باتفاقية إبقاء القاعدة الأمريكية في قرقيزيا وتريد ربما اللعب في الوضع الداخلي لتبقى في المنطقة، الولايات المتحدة هنا تلعب، إذا كانت طبعا تلعب على هذا الوضع فهي تلعب على محورين. الأول، ربما هي تكون مستفيدة إذا حدثت حالة من الفوضى العامة في المنطقة تربك روسيا، تربك الصين، تربك القوقاز، وهنا نقترب إلى إيران. يعني هي